بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا مرحبا بكم. ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، ليلة من ليالي القارة السمراء. النهاردة تحدي الكبار، ده العنوان الطبيعي للقاء كبار القارة الأفريقية النهاردة، نادي الأهلي العريق العظيم ونادي الترجي التونسي الشقيق. قمة أفريقية بتجمع بين كبيرين في القارة الأفريقية. طبعا الأرقام في المواسم الأخيرة بتقول كده. احنا تعودنا على فكرة من سنة 90 لحد النهاردة على السيناريو ده، ان بقت عادة ان الأهلي والترجي يتقابلوا في الأدوار الإقصائية او يتقابلوا في الأدوار النهائية لبطولة الكبار، بطولة أفريقيا. قمة كبيرة بين المارد الأحمر وترجي التونسي، قمة كبيرة في ملعب رادس اللي شتت وجهات كتير جدا للنادي الأهلي كثيرة، ولو احنا فاكرين كانت علامة فارقة بأقدام أجيال كتير مختلفة من أول 2006 لو فاكرين مع بعض قدم أبو تريكة الذهبية في الصفاقسي التونسي، 2012 بأقدام السيد حمدي ووليد سليمان. هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي عودنا دايما إن هو زي ما بيلعب بره زي ما بيلعب جوه. النادي الأهلي بيلعب على الانتصارات وبس، بيلعب على التدويق وبس. نادي الماتش النهارده بين ابناء شمال افريقيا، قمه عربيه بين شقيقين من مصر وتونس. يمكن كلنا شفنا مع بعض اليومين الاخرانيين ازاي المقابله الحاره والاستقبال الحار اللي عمله نادي الترجي للنادي الاهلي العظيم، واحنا طول عمرنا طول عمرنا يعني متعودين على ده من الاشقاء التوانسه. ويمكن دايما النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي طول عمرهم أشقاء بغض النظر عن نتائج المباريات بينهم من بعض، أشقاء سواء جماهير، أشقاء سواء لعيبة، أشقاء سواء أجهزة فنية ومجالس إدارات.